بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتطرق سويا إلى قواعد البيانات داتابيز. لماذا قواعد البيانات؟ إيه اللي بيخلينا نحتاج إلى قواعد البيانات؟ لو تخيلنا إن إحنا عندنا في مصلحة حكومية في أرشيف في سجلات لكل الموظفين اللي شغالين في المصلحة دي. لو حاولنا ان احنا نطلع بيان لاحد الموظفين، هنضطر ان احنا نفتش في كل السجلات الموجودة، ولو طلب مننا ان احنا نعمل احصائية عن عدد الموظفين الموجودين قبل سنة معينة مثلا، هنلاقي الموضوع شبه شاق. ان احنا نبدأ نفرز كل سجل من سجلات الموظفين ونطلع تاريخ ميلاده ونشوف هل ده مطابق ولا مش مطابق للشطر احنا لازم. طبعا بيتحايل على ذلك الموظفين في الارشيف عن طريق ان هو بيعملوا جداول يفرزوا فيها او ينزلوا فيها البيانات بتاعت الموظفين الموجودة في السجلات، بس طبعا بيقدروش ينزلوا كل البيانات، فبيحطوا البيانات الاساسية، ولو عايزوا بيانات غير موجودة في الجداول فبيضطروا ان هم اسفين يبدأوا يبحثوا مرة تانية في السجلات. نفس الكلام موجود عندنا لو واحد عايز يعمل، لو واحد مثلا بيسجل التليفونات اللي بتجيله وارقام التليفونات، فلو واحد بيكتب ورقة فيها ارقام التليفونات بتاعة الناس اللي هم هو عارفهم وبيحطها في صندوق عشان يطلع رقم تليفون من وسط الاوراق دي كلها، هيبقى صعب جدا. طيب يعمل ايه؟ بيروح بيبدا يعملهم في جدول اللي هي نوت التليفونات، يحطهم في جدول علشان يبدا بسهوله جدا يقدر ان هو يوصل الى نمره التليفون الشخص اللي هو عايزه. طبعا لو كترت اسماء الناس هتبقى عمليه البحث في نوت التليفونات حتى هتبقى صعبه. قواعد البيانات هي اللي بتخش عشان تسلمنا هذه العمليه، ان احنا بدل ما بنحتاج الى ارشيف كبير قد يسع الى 5 اوض، بنبدا احنا نعمل برنامج قاعده بيانات يقدر انه يستوعب كل البيانات الموجوده في هذه الغرف، مع سهوله ادخال واخراج البيانات والتعامل معها واستخراج احصائيات. علشان نتكلم على قواعد البيانات، اهم حاجه في قواعد البيانات هي الجداول التيبلز اللي احنا بنخزن فيها البيانات الموجوده عندنا. الجداول دي المفروض ان احنا بندخل لها البيانات، او المستخدم اليوزر يبدا يدخل البيانات الى هذه الجداول عن طريق النماذج اللي هي الفورمز. يبدا يدخل البيانات في الفورمز، مش هيدخل البيانات مباشره الى التيبل، ولكن هيدخلها في الفورمز اللي هي النماذج، وهيبدا يتخزن اوتوماتيك في الجداول. بعد ما بنخزن البيانات في الجداول بنعوز ان احنا نستخرج البيانات سواء بقى على صوره احصائيات او صورة بيانات، فده بيتم عن طريق التقارير اللي هي الريبورتس. هنبدأ نفصل شوية في الجداول لان دي تعتبر اهم خطوة عندنا. تصميم الجداول، لو لاحظنا اي جدول هنلاقيه بيتكون من اعمدة اللي هي الحقول الفيلدز، وبيتكون من صفوف اللي هي السجلات ريكوردز. يبقى اي عمود اي تيبل عندنا هيتكون من الحقول اللي هي الفينس اللي هي الاعمده، والسجلات الريكوردز اللي هي صفوف. عشان نطبق الكلام هناخد مثال بسيط جدا، جدول بيانات وهواتف الاشخاص. لو تخيلت انك انت على الاكسل مثلا، رحت عامل جدول علشان النوتة بتاعتك، ورحت عامل جدول في مسلسل واسم الشخص اللي انت عايز تسجله نوتة التليفون، والوظيفة ومحل العمل والمدينة اللي هو فيها، ونوع الهاتف ورقم الهاتف. دي البيانات اللي انت تملاها. واضح طبعا مدينة ان لو بصينا للاسماء هنلاقي في تكرار، يعني عاطف عراقي موجود 4 مرات، فرات صقر موجود 3 مرات، فهنلاقي ان في تكرار في البيانات. طيب هل ممكن احنا نلاشي هذا التكرار؟ لو بصينا التيبل بتاعنا تحت اللي احنا بنتكلم عليه اهو، ادي نعمل تيبل تاني منفصل لبيانات الاشخاص. تيبل منفصل لبيانات الاشخاص، فيه مسلسل الشخص واسم الشخص والوظيفه بتاعته ومحل العمل والمدينه. ونعمل تيبل تاني، جدول تاني في نفس التيبل القديم، لكن بدل البيانات بتاعت الاشخاص هنبدا نشتغل على مسلسل الشخص، بحيث هنا مسلسل الشخص ده واحد، يعني ان ده عاطف عراقي، ما
برضه هنا واحد لان ده عطف اختار. لو اتنين نروح راجعين للتبل التاني ونشوفه ده اللي حصل عندنا، ان في لينك ما بين في وصله ما بين مسلسل الشخص ومسلسل الشخص اللي في التو تيبلز دول، بحيث ان احنا بسهوله جدا الرقم هنا بيديني بيانات الشخص التفصيليه، وكده ما بنكررناش البيانات بتاعت الشخص، احنا بس كررنا الايه الرقم اللي بيدل على بيانات الشخص. لو جينا بصينا على التيبل اللي هو الجدول بتاع بيانات الهواتف، هنلاقي برضو في كلمه منزل اللي هي نوع الهاتف دي مكرره وبرضو محمول وعمل. طب هل ممكن احنا نلاشي هذا التكرار؟ ممكن ان احنا نعمل تيبل نفس التيبل ده مره ثانيه، بس بدل نوع الهاتف هنستخدم حاجه اسمها مسلسل نوع الهاتف، وهنديله رقم 1 2 3، ونعمل جدول ثاني اسمه بيانات انواع الهواتف، هيكون في مسلسل نوع الهاتف، بحيث ان 1 معناها منزل، 2 عمل، 3 محمول كليك، 4 محمول موبيلي، بحيث ان انا لو جيت هنا ابص على نمرة 2 يبقى معروف ان ده ايه؟ ان ده عبارة عن العمل. نمرة 1 عبارة عن المنزل للشخص، واحنا عارفين ان التيبل بتاع الشخص موجود في تيبل اخر. لو بصينا على التيبل بتاع بيانات الاشخاص هنلاقي ان كلمه المدينه ساعات بتتكرر، يعني زقازيق زقازيق زقازيق، فممكن احنا برضو ان احنا نوفر اماكن ان احنا نستبدل المدينه بمسلسل المدينه، ونعمل تيبل تاني اسمه بيانات المدن، هيكون فيه مسلسل المدينه واسم المدينه، بحيث لو نلاقي هنا 1 نعرف ان دي زقازيق، 2 القاهره، 3 الاسكندريه. بيانات المدن لو المدن بتاعتنا كترت شويه هنلاقي ان احنا نتلخبط فيها، يعني هنا هنلاقي ان بقى في مدن كتيره فهنحط جنبها اسم محافظه، فهنلاقي اسم محافظه كمان بتكرر، الشرقيه الشرقيه الشرقيه، فهنعمل تو تيبلز تانيين، جدولين تانيين، مسلسل المدينه واسم المدينه ومسلسل المحافظه، وجدول تاني عن بيانات المحافظه اللي فيه مسلسل المحافظه واسم المحافظه، بحيث المدينه نمره 1 هي زقازيق في المحافظه نمره 1 اللي هي الشرقيه، نمره 3 الاسكندريه في المحافظه نمره 3 اللي هي محافظه الاسكندريه. وكده يبقى الجداول اللي احنا وصلنا هي اللي واضحه قدامنا دي، ان في عندنا دلوقتي 3 5 جداول، في جدول عن بيانات الاشخاص اللي فيه مسلسل الشخص والاسم والوظيفه ومحل العمل ومسلسل المدينه، مسلسل المدينه ده بيودينا الى بيانات المدن حيث مسلسل المدينه واسم المدينه ومسلسل المحافظه، ومسلسل المحافظه بيوديني الى التيبل الثاني اللي هو بيانات المحافظات اللي فيه مسلسل المحافظه واسم المحافظه. بيانات الشخص بيودينا الى بيانات الهواتف، حيث ان الجدول ده مكون من مسلسل الهاتف وده يعتبر كائن سيريال موجود عندنا، وفي عندنا مسلسل الشخص اللي هو بيرجعني الى مسلسل الشخص في بيانات الاشخاص، وفي مسلسل نوع الهاتف اللي هو بيديني الى مسلسل نوع الهاتف اللي موجود في بيانات انواع الهواتف، حيث نوع الهاتف اللي موجود عندي ورقم الهاتف في الاخير اللي انا بحتاج اليه. لو بصينا على التيبلز اللي عندنا وصلنا ليها قبل كده، ممكن احنا نبدا ندي الفيلدز اللي هي الاعمده اسماء، بحيث ان احنا عندنا هنسمي التيبل بتاع بيانات الاشخاص بيرسون انفو، وتحتيها هيكون في فيلدز، هيكون في حكومه، بحيث ان انا في عندي بيرسون اي دي، وفي عندي البيرسون اي دي اللي هو مسلسل الشخص، والبيرسون نيم اللي هو اسم الشخص، والبيرسون جوب اللي هو وظيفة الشخص، والبيرسون جوب ادرس اللي هو محل العمل، والسيتي اي دي. لو بدلنا نشوف بيانات المدن هنسميها سيتي انفو، هنلاقي في عندنا سيتي اي دي اللي هو مسلسل المدينة، والسيتي نيم اللي هو اسم المدينة، والجوفرن اي دي اللي هو مسلسل المحافظة. لو بصينا على بيانات المحافظات هنلاقي في جوفرن انفو، دي اسم التيبل اللي هو بيانات المحافظات، هنلاقي جواها الجوفرن اي دي وجواها الجوفرن نيم. لو رجعنا نبص على بيانات الهواتف هنلاقي بنحتاج هنسمي بيانات الهواتف فون انفو، بنحتاج الى الفون اي دي مسلسل الهاتف، والبيرسون اي دي اللي هو مسلسل الشخص، والفون تايب اي دي اللي هو مسلسل نوع الهاتف، والفون نمبر اللي هو رقم الهاتف.
لو جينا دخلنا هنا على بيانات انواع الهواتف اللي احنا بنسميها بيرسون تايب انفو، هنلاقي جواها بيرسون تايب اي دي وبيرسون تايب نيم. يفضل طبعا الحاجات المشتركه تكون بنفس الاسم، يعني هنا البيرسون اي دي اللي هو مسلسل الشخص، يبقى هنا برضو اسمه بيرسون اي دي. هنبدا نطبق اللي احنا عرفناه في الداتا بيز على انواع مختلفه من الداتا بيز عشان ان شاء الله نعرف ازاي نوصل الى قاعده بيانات نقدر ان احنا نشغلها باذن الله.